السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم سالت؟ اليوم هو يوم الدراسة، تاريخ اليوم هو 24/11/2020. اليوم سوف نأخذ أنشودة جميلة جدا اسمها القمر الصغير، صفحة رقم 74. الكل ينتبه معي ويركز معي، تمام؟ راح أقرأ لكم إياها أنا. القمر الصغير، القمر الصغير في حينا ينير، وكلنا نحبه وخلفه نسير، مزين بالنور بالعطر والزهور، يا أصدقائي جاءكم بالحب والسرور، بالأمن والسلام والود والوئام، حياكم حياكم بأطيب الكلام، نزلت من السماء أزور أصدقائي، أحبهم يحلو بهم لقائي. طبعا هذه اسم الأنشودة اللي كتبها هو محمد جمال عمرو، اسمه محمد جمال عمرو. نرجع نقرأها كمان مرة ورح تركزوا معي وقرأوها معي، تمام؟ القمر الصغير، القمر الصغير في حينا ينير، وكلنا نحبه وخلفه نسير، مزين بالنور بالعطر والزهور، يا أصدقائي جاءكم بالحب والسرور، بالأمن والسلام والود والوئام، حياكم حياكم بأطيب الكلام، نزلت من السماء أزور أصدقائي، أحبهم يحلو بهم لقائي. تمام، هلأ احنا عنا هنا في عن نشاط، حطينا هون نشاط بيحكي لك أصنف الكلمات في الجدول بحسب نوعها، ثم ألون كل عمود بلون مختلف. هلأ عنا في عنا كلمة الأردن، الأسد، التفاح، خالد، لوح، الطاولة، الليمون، لبنان، والنعامة، والطبيب، فراولة، كتاب، اليمن، والبطة، والتين، والجمل، محمود، والعصفور. هلا هاي الثالث راح تحلوها انتم طبعا في البيت، لان هاي نشاط. شو راح تعملوا انتم؟ هلا للانسان بدكم اسماء الانسان، حطوا اسماء للانسان تكتبوها هون. الاردن انسان ام حيوان ام نبات ام بلد ام بلاد او بلد او جماد، راح تشوفوا تصنفوها. بدنا تلونوا كل اسم كل واحده منهم، راح تلونوهم كل عمود راح تلونوه بلون اللي انتم بتحبوه، تمام؟ طبعاً هذا حيكون عليكم واجب. هلأ عنا هون صفحة رقم 76 حاطين لك اسم سورة النجم. طبعاً سورة النجم احنا يا تالت اخذناها في بداية السنة والكل حافظها، فهلأ رح نقرأها وبدي كل كون خاشع وحنا انا عم بقرأ فيها، واللي مو حافظها بدي يحفظها لانه هذه السورة حفظ، تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. نرجع نقرأها كمان مرة ونتمنى من الكل يكون مركز معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. طبعا هاي الآيات من 1 ل 11 برضو حفاظي تالت، بتمنى الكل يكون حافظها، وعشان يوم الأيام رح نزوم رح أسمع لكم إياها، وبتمنى الكل يكون حافظها. وبالنسبة للأنشودة إذا كنتوا حافظين منها 3 بكون وضع تمام، تمام؟ مش ضروري تحفظوها كاملة، احفظ 3 منها، يا أما أول 3 أو اختار أي 3 بدكم إياها، هاي أو هون أو اختاروا هيك حسب بدكم إياه، المهم إنكم تكونوا حافظين منها 3 أبيات، تمام؟
يعطيكم ألف عافية.